اليوم نعول على كل واحد وهو في المنصب نتاعو، من الجندي البسيط الى ما اعلى. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها. سعيد شنقريحة هذا تم اعتقاله برفقة كتيبة جزائرية كاملة من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية خلال معركة أمغالا الأولى عام 1976. وقد لجأ محمد بخروبة أو هواري بومدين إلى الرئيس المصري آنذاك الراحل محمد أنور السادات واستعطفه لكي يتوسط لدى المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني لإطلاق سراح شنقريحة والجنود الجزائريين المرافقين له. وتعهد وقتها بومدين للرئيس الراحل أنور السادات بأن الجزائر لن تساند مرتزقة البوليزاريو بعد ذلك التاريخ، يعني كانت المقايضة أن يتم الإفراج عن سعيد شنقريحة وجنود الكتيبة الأسيرة في مقابل أن يتخلى الجزائر أو أن تتخلى الجزائر بقيادة وقتها أبو خروبة أو هواري بومدين عن دعم البوليزاريو وتحترم نفسها وتتلم. ولكن هنشوف كالعادة، يعني عادتهم مش جديدة عليهم. بالفعل قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإرسال نائبه في ذلك الوقت الراحل أيضا محمد حسني مبارك، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وكان وقتها نائب للرئيس السادات، أرسلوا في زيارة للمغرب للتفاوض مع الملك الحسن الثاني رحمه الله بشأن شنقريحة وجنوده. وبالفعل قبل الراحل الحسن الثاني ملك المغرب آنذاك وساطة مصر بهذا الخصوص، وطلب الرئيس محمد أنور السادات كان قائما على الرغبة في حقن الدماء، وبالطبع كان الملك الحسن الثاني رحمه الله من المرحبين بهذا لأنه كان رجلا لا يعشق الدماء ولا يحب الخراب، وإنما كان رجلا مسالما يبغي السلام ويسعى إليه. وأيضا كان الطلب يعني مشفوعا من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات للملك الحسن الثاني رحمه الله بأنكم أهل وجيران ولكم من العلاقات ما يسمح بهذا بين الشعبين المغربي والجزائري. فاستجاب الملك الحسن الثاني لرغبة الرئيس محمد حسني مبارك محمد أنور السادات بواسطة محمد حسني مبارك النائب في ذلك الوقت، إلا أن وأفرج تم الإفراج عن شنقريحة وجنوده وعادوا إلى الجزائر، إلا أن بخروبة كعادته نكث ونقض عهده مباشرة بعد إطلاق سراح بإطلاق سراح شنقريحة وجنوده، وعاد لدعم عصابة البوليزاريو وتسليحهم بشكل كبير، وكأنه نوع من الانتقام من المغرب وتعبير عن الضغينة التي رسخت في نفوسهم منذ حرب الرمال ومعها معركة أمغالا. ولابد أن نشير هنا إلى أن النظام الجزائري يختار دائما ضمن العناصر التي كانت شاهدة على فشل العسكر، يعني دائما هو في اختياراته بياخد المواقف التي تشهد على فشل
العسكر الجزائري ويبني عليها قراراته، وإن كانت مواقف الفشل قديمة ولكنه يبني عليها قراراته الحديثة أيضا، ولا ينسى ما حدث له ولا ينسى خيبته عبر السنين. وكما هو الشأن لسعيد شنقريحة قائد مؤسسة الجيش حاليا، والذي يقلد رئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح، والذي انسحب من ميدان معركة أمغالة تاركا قوات المشاة دون دعم. يعني كان أحمد قايد صالح هو قائد أو رئيس أركان الجيش الجزائري في حرب أمغالة، وانسحب هروب من ميدان المعركة وترك الجيش مكشوف، فما كان من الجيش المغربي إلا أن أسر شنقريحة ومن معه من الجنود، وتوسط الرئيس السادات كما قلنا عن طريق إرسال محمد حسني مبارك نائبه أنذاك: تذكر شنقريحة أنك كنت يوما أسير لدى المملكة المغربية، وتذكروا أيها الجزائرون أن مصر والمغرب، مصر سيدة شرق القارة والمغرب سيد غرب القارة، وأنتم تائهون في منتصف الطريق.